الإنسانية. يشارك فريق التمريض في رصد تطورات حالة المريض والتوصية النفسية والمهنية بما يراه من احتياجات للمرضى عقب خروجهم من المستشفى أو المركز الطبي وبعد علاجهم. ورجعنا لكم مرة تانية ومباراة قوية جدا ومصيرية في دور ال 16، وهفكركم بالنتيجة. جامعة 6 أكتوبر 110-105 كفر الشيخ. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحسم لقاء النهاردة، وهنشوف مين اللي هيكسب الثلاث نقط بتوع ماتش النهاردة. فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل جامعة، وزي ما انتوا شايفين قصادكم على الشاشة، ممكن السؤال يبقى في العلوم، المعلومات العامة، القدرات الذهنية، الرياضة والفنون. وطبعا عندنا جوكر أو سويتش. الجوكر الجامعة بتختار موضوع السؤال، سويتش الجامعة التانية هي اللي بتختار موضوع السؤال. وأول سؤال أروى، تفضلي يا أروى. أروى شعيب، والسؤال الأول هنشوف موضوعه إيه. السؤال الأول في الرياضة. سؤال في الرياضة بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. عندك 15 ثانية، محدش يستعجل. رياضة، والسؤال هو: في أي دولة أوروبية أقيمت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2004؟ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2004 في دولة أوروبية كانت إيه؟ ثلاث ثواني. إبراهيم. بريطانيا. بريطانيا يا إبراهيم، إجابة خاطئة. في إجابة؟ فاطمة، إجابتك. إيطاليا. إيطاليا. إيطاليا بعشرين نقطة، إجابة خاطئة. أقيمت في مهد الألعاب الأولمبية في اليونان. طيب، ماريا سعيد. ماريا سعيد، وسؤال جامعة 6 أكتوبر. هنشوف جامعة 6 أكتوبر موضوع السؤال إيه. يلا ماريا. سويتش، جامعة كفر الشيخ هتختار موضوع السؤال لجامعة 6 أكتوبر. تحبوا يتسألوا في إيه؟ رياضة ولا في الرياضة؟ تمام، سؤال في الرياضة. جاهزين؟ إن شاء الله. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ بعشرين نقطة. رياضة، والسؤال هو: ميغيل رودريغيز هو أحد أشهر اللاعبين في الرياضة عالمية، فما اسمها؟ ميغيل رودريغيز هو أحد أشهر اللاعبين في الرياضة عالمية، فما اسمها؟ ثانيتين. بص في الثانية كم؟ الخمستاشر. إجابتك؟ السلة. السلة. السلة، إجابة خاطئة. كفر الشيخ، في إجابة؟ شيماء، إجابتك. تنس. شيماء، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة الاسكواش. النتيجة زي ما هي. أحمد نديم، كفر الشيخ اتفضل. هنشوف السؤال الثالث موضوعه ايه. علوم، جامعة كفر الشيخ. سؤال في العلوم، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ بتلاتين نقطة. دوس على البازر.
سؤال ب30 نقطة لجامعة كفر الشيخ علوم. والسؤال هو: كم عدد العظام المكونة لقدم واحدة للإنسان البالغ؟ 3 ثواني. كريم أبو المجد إجابتك 14 ثانية. 27 عضو. كريم إجابة خاطئة. محمد 36. محمد 36 إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 26. هارد لك يا كريم فعلا. أحمد فتوح تفضل يا أحمد. سؤال الأخير واللي هيحسم مين اللي هياخد الثلاث نقط بتوع ماتش النهاردة، وفرصته هتفضل موجودة للتأهل لدور الثمانية. فنون. سؤال في الفنون، لو الإجابة صح بقى معاكوا 6 نقط، لو الإجابة غلط جامعة كفر الشيخ هيبقى عندكم فرصة ان انتوا تجاوبوا. قبل ما اسأل السؤال عايز اقول لجامعتين، انتوا لعبتوا لقاء حلو جدا، كان ند من الفقرة الاولى، انا في رأيي انها شبه تعادل، مش هقدر اقول مش عايز حد يزعل، ان طبعا اللي مش هيكمل اكيد هيزعل، بس انتوا فعلا عملتوا اللي عليكم. وانا بطلب من الجمهور قبل ما اسأل السؤال ان احنا نحيي جامعة كفر الشيخ وجامعة 6 أكتوبر. السؤال الأخير فنون، والسؤال هو: من هو مؤلف مسلسل ولد الغلابة؟ مين اللي ألف مسلسل ولد الغلابة؟ كان بطولة أحمد السقا. فاطمة إجابتك؟ محمد عبد العاطي. محمد عبد العاطي إجابة خاطئة. كفر الشيخ الفرصة جات لكم، في إجابة ولا فيش إجابة؟ كريم اتفضل إجابتك. الرؤية الكبير عصام يوسف. أنا ألفت مسلسل ذهاب وعودة لأحمد السقا، بس مش ولد الغلابة. كريم للأسف الشديد إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة أيمن سلامة. أفضل لاعب في ماتش النهاردة من جامعة كفر الشيخ شيماء شرف، نحيها كلنا. جامعة كفر الشيخ شرفتونا يا كفروية، شرفتونا يا كفروية، شرفتونا يا كفروية، شرفتونا يا كفروية. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلاب مصر في حلقة النهاردة 215 نقطة، وكل نقطة ب5000 جنيه بما يساوي 1,075,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 22,750,000 جنيه من البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر. هارد لك جامعة كفر الشيخ، جامعة 6 أكتوبر، ألف مبروك الثلاث نقط، وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. سعلانة جدا إننا خسرنا الماتش ده، مع إننا استعدينا كتير بس كان ناقصنا تركيز، بس إن شاء الله الموسم الجاي هنستعد أكتر ونتأهل إن شاء الله. مبسوطة جدا إن إحنا كسبنا المباراة، وإن شاء الله لينا فرصة إن إحنا نتأهل للدور الثمانية. كان نفسي التيم يكمل لأن كلنا تعبنا واجتهدنا، وإن شاء الله نحاول نعوض في الموسم الثاني بإذن الله. أكيد فرحانة جدا يعني إن إحنا كسبنا الحلقة،
وإن شاء الله منتظرين عدد النقاط عشان نشوف إحنا نتأهل للدور الثمانية ولا لأ. إرشادات التمريض العاجل. الفحوصات المخبرية. التحضير للفحوصات المخبرية، مناظير، إشاعات، تحاليل، هو أمر غاية في الأهمية للحصول على نتائج مخبرية دقيقة تؤدي إلى التشخيص الصحيح والعلاج المناسب. لذلك ينصح بالاستفسار من الأشخاص المسؤولين عن أي تعليمات تحضيرية مطلوبة للفحوصات المطلوبة، مثل ضرورة الصيام ومدته، وأي تعليمات أخرى خاصة بالفحص المطلوب إجراؤه.